مع وفد الأمم المتحدة كان عميقا، استمعوا منا باهتمام، لكن للأسف شديد جدا ليس هناك أي بوادر تشير إلى أن هناك نوايا باتجاه حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وواضح أن الاحتلال المجرم مستمر في ممارسة سياساته ضدنا وضد أهلنا وضد قطاعنا الحبيب وضد أسرانا، وأنه يحاول أن يبتزنا كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية في موضوع التخفيف عن أهلنا وناسنا. نحن أخبرنا ممثلي الأمم المتحدة أننا لن نقبل بهذا الأمر. اللقاء كان في خلاصته لقاء سيئا، لم يكن إيجابيا بالمطلق. نحن أوضحنا للوفد أننا سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لنقرر خطوتنا التالية، ويبدو أن الاحتلال لم يفهم رسالة شعبنا، وأنه بيلزم أنه نمارس بشكل واضح المقاومة الشعبية للضغط على هذا الاحتلال.